في بداية كل عام بنقيس طاقة العام الجديد وبنعرف هو واقع تحت تأثير أي مسار طاقي بالظبط. بناء عليه بنرجع لسير الأولين خاصة الأنبياء ونشوف النبي اللي كان في زمن واقع تحت تأثير نفس المسار الطاقي، وبنشوف الأمر الإلهي لهذا النبي في هذه الفترة أو في فترة تواجده في المسار الطاقي ده. فقبل كده عملنا في بدايات سنوات قلنا في سنة معينة إن هيكون المسار الطاقي هنا أو هننفذ هنا آية وسر النبي نوح، وعام آخر تعايشنا فيه بآية وسر النبي موسى، وعام آخر تعايشنا فيه بآية وسر النبي يونس، وهكذا. العام الجديد يا صديقي 2024 هو نفس المسار الطاقي للفترة الزمنية اللي اتوجد فيها النبي يحيى. وهنا موضوع عجيب جدا، خليني في البداية رحب بيك. لو انت جديد معانا سجل اشتراكك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد بننشره، وكمان لو عندك استفسار او استشارة او حابب تنضم لأسرة النور او تحصل على اي كورس من الكورسات الخاصة اونلاين تقدر تتواصل على الرقم اللي ظاهر امامك على الشاشة عبر واتساب. مرحب بيك مرة تانية، معك سواح، والحلقة النهاردة مختلفة. الحلقة النهاردة هتخليك من الناس اللي هيكون ليهم التمكين في العام الجديد. دي الفوائد اللي بناخدها لما بنقيس طاقة اي عام، ان احنا نشوف المسار الطاقي بتاعه ونشوف الامر الالهي ليه، فبناء عليه كل اللي بيطبق ده بيكون من الممكنين في هذا العام. العام الجديد يا صديقي 2024 زي ما قلنا هو في ارتباط هنا بسيدنا يحيى لما رجعنا لسير الاولين، لانه كان نفس المسار الطاقي. طيب ايه الامر الالهي اللي موجود اللي انت هتتعايش بيه فتصبح من الممكنين في 2024؟ خلينا اقول لك في البداية انه لو انت عندك فكرة التلكع او التردد او الخوف، لو انت ما عندكش القوة الكافية للقرار، للخطوة، للتقدم، فانت بعيد تماما عن الامر الالهي للنبي يحيى. لما شفنا الامر الالهي للنبي يحيى ابن النبي زكريا لما اتولد، لقينا ان ربنا بيقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بقوة هنا يعني مفيش انهزام، بقوة هنا يعني ربنا بيأمره ان ياخد الكتاب بقوة اللي هي التوراة، توراة موسى، يأخذها بقوة في التنفيذ، قوة في الفهم، قوة في التعايش بيها. لقينا ان 2024 هيكون محتاج مننا كل القوة في كل خطوة بناخدها، كل القوة في كل قرار، كل القوة حتى في كل فكرة بنفكر فيها. يعني لما نقول انه شعار العام الجديد هو آية يا يحيى خذ الكتاب بقوة، معناها انك انت لو كنت في علاقة خليك فيها بقوة، بس العلاقة الصحيحة، يعني ما تكونش في علاقة سيئة مبهدلاك ومحطماك وتقول ده انا هفضل فيها بقوة، لا، اقصد ان كل خطوة ليك تكون بقوة. ان كنت انت بتسعى لعلاقة معينة اسعى بقوة، ان كنت بتسعى انك تشتغل في مجال معين اسعى بقوة، ان كنت بتفكر في مشروع معين فكر وبقوة ونفذ كل حاجة بقوة، اذا كنت مقرر انك انت توصل لشيء معين او مدى معين اوصل بقوة، مفيش فيها انهزام، مفيش فيها تلكع، مفيش فيها خوف، مفيش فيها تردد، مفيش فيها هلع، مفيش فيها افكار سلبية بتسيطر على عقلك. هل معنى كده ان كل اللي هيكونوا موجودين في 2024 من مليارات البشر الموجودة هيكونوا واقعين تحت نفس المسار الطاقي؟ في هنا نقطة لازم تفهمها، طول الوقت احنا واقعين تحت تردد معين بيهبط على الارض، لكن فيه اللي بيستفيد منه وبينفذ الامر، وفيه اللي مش بيستفيد. اللي بيستفيد منه بيحصل التغيير الدائم، طاقة العام ده غير طاقة العام اللي بعده، فكل ما بيحصل تغير هو بيتغير معاه، فيصبح من الممكنين دائما في كل الأعوام.
وفي اللي بيكون واقع تحت نفس التأثير ونفس التردد ونفس الموجات ولكنه غير مستفيد بيها، فبالتالي ما بيستفدش أي شيء. لما باجي في بداية كل عام وأقول لك سر العام الجديد أو طاقة العام الجديد، بقولها لك علشان خاطر إن أنت يكون عندك الفرصة إنك أنت تتعايش وتكتسب هذه الطاقة، فبناء عليه تبقى من الممكنين وتكون من المميزين في خلال الحقبة الزمنية دي. نرجع للعام 2024، أحب أقول لك إن كل شيء هيكون فيه بقوة، غير كده هيكون مصيرك أو مسارك الوقوع والانهزام. فأنت عندك الفرصة إنك أنت أي خطوة تعملها تكون زي ما قلت بقوة وتنفذ هذا الأمر الإلهي. مفيش حاجة أصل الأمر ده أنا ما أقدرش عليه خالص، أعرف إن أي شيء هتسعى ليه بقوة سيقع ويتحقق. مفيش أي مبرر مهما كان، مفيش أصل كنت بحاول أعمل كذا وما قدرتش، مفيش، تبقى كاذب على طول. ده أنا كنت بحاول إن أنا أفتح مكان أعمله كذا، ده أنا كنت بحاول إن أنا أبني كذا، ده أنا كنت بحاول أعمل مشروع كذا، كل ده مش في 2024 يا صديقي. في 2024 يا صديقي أي خطوة تاخدها بقوة اللي هو الأمر الإلهي للنبي يحيى، تكون عارف إنه لن يمر 2024 ولن ينتهي إلا بتحقيقك ما أردت بقوة وليس بضعف مرة أخرى. إن كنت نويت شيء ابدأ من الآن، قرر إنك أنت هتسعى فيه بقوة. عندك مشروع عايز تنجحه، نجحه بقوة مفيش تردد. عايز تروح مكان معين، ابدأ الآن رتب عشان تروح. عايز تسافر مكان، عايز تتعلم مجال جديد، عايز تغير وضعك ماليا اجتماعيا، عايز تعمل أي شيء، لازم يكون بقوة. وردد دايما وخليها قدام عينيك شعار 2024، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فأنا بقول لك يا صديقي، مهما كان حلمك، مهما كان هدفك، مهما كانت أمنيتك، مهما كان الشيء اللي أنت محتاجه، خده بقوة وابدأ الآن وكرر. خلي بالك في مقولة بحبها جدا جدا، إن الأيادي المرتعشة لا تقوى على البناء. الأيادي المرتعشة في كل الأعوام بقى، مش في بس في 2024، لا تقوى على البناء. فلو كنت عايز تبني، قيس مدى قوتك، وكل ما زادت قوتك كل ما هتعلي أكتر بنيتك. فخد القرار الآن وبرضه بقوة. مش هطول عليكم، ما تنساش تشارك معنا بإيجابية، شير الحلقة للغير، شارك دايما معنا بتعليقاتك، احكي تجربتك معنا في نظام الطاقي سواء كنت جديد أو قديم على حسب اللي وصلت له. وكمان لو حابب أنك أنت تنضم للمجموعات الجديدة في أسرة النور اللي هتكون مسؤولة عن انتقال من البعد الثالث والرابع إلى البعد الخامس، يعني من إنسان إلى إنسان آخر، من وضع حالي إلى وضع آخر. نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.